طيب معنا اليوم الطالب من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة اللي هو سليمان قارئ. أهلا يا سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، كيف حالك يا سليمان؟ يا رب لك الحمد. وينك؟ ما عاد تتواصل معنا ولا شيء؟ انتهى البرنامج خلاص؟ سحبت علينا؟ أخذت الجائزة؟ لا أبد إن شاء الله بإذن الله. أنا صح إن كنا متفقين إنك حتعطيني شيء من الجائزة، بس خلاص يعني أنا تنازلت عن الموضوع. لا إن شاء الله أبشر. أنت بس أنت يا سليمان تفاعل معنا في الجروب حقنا وأمورك طيبة إن شاء الله. ماشي؟ طيب سليمان يلا نسمع منك التلاوة سليمان ويعلق عليها الشيخ عبد الرحمن. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان لا تفخم لفظ الجلالة بسم الله، لأنه هذا اللفظ هنا مرقق لفظ الجلالة، هنا حكم الكسرة السابق قبل لفظ الجلالة، فلا تقول بسم الله، لا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سليمان اسمعني. إن سليمان تسمع الشيخ سليمان؟ كيف الشيخ يكلمك؟ اسمع سليمان صوتي. تسمع صوتي الآن؟ لا الصوت ما واضح. طب تسمعني الآن ولا واضح الصوت الآن؟ إيه واضح. طب أنا ما أبغاك تعيد، لكن أنا أوضح الخطأ وعشان تكمل الآية، لأنه كان خطأ في البداية لما قلت فلا تغرنك، لا إن وعد الله حق، أنت نطقتها إن زيادة الياء بعد الهمزة أمر خاطئ هنا، إنما هي همزة مكسورة وبعدها نون. إن أما إن هذه خاطئة، طبعا أنا هنا بالغ فيها قليلا عشان تتضح للمشاهد. أكمل إن الله عنده علم الساعة ولا تزيد يا بعد كثرة الهمزة. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. سليمان سليمان ايوه سليمان عندك ان الله عنده علم الساعة، لما تقف على الساعة هنا وضح الهاء في حال الوقف عليها، فأكمل وما تدري نفسه، لا تعيد، لكن فقط انا اوضح الان المشكلة، أكمل وما تدري نفسه. طيب عيد ان الله عنده علم الساعة. نعم اعيد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تزكي نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
انا عندي تنبيهين يا سليمان عندما انتهيت. وما تدري نفس باي ارض تموت، تموت كلمه لحالها، اما انك انت تفصل تموت نفس الكلمه عن بعضها، عن حروف عن بعضها، هذا خاطئ. مثلا انت قراتها باي ارض تموت، تموت هذا اختلال، تموت هذا هو الصحيح. ثم ان الله عليم، عليم خطا، هي لفظ الجلاله الله وعليم لحالها، فتقول ان الله عليم خبير، تفصل كل كلمه عن التي بعدها. قراءه جميله ما شاء الله يا سليمان، وفقك الله. شكرا لك يا سليمان، يعطيك العافيه. شيخ عبد الرحمن يعطيك الف عافيه، بارك فيك. الله شكرا الله لك. ومتى السم؟ تفضل. ترى يعني سماع الطلاب عن طريق الجوال بهذه الطريقه يعني في شويه صعوبه، فقد انه بعض الاشياء ما احنا ان شاء الله باذن الله تعالى بنشوف كذا طريقه بنتفق عليها وتكون فيها وضوح اكثر بحول الله تعالى، يبلغك فيها منتجنا الجميل عبد الرحمن العامر. شكرا لك يا شيخ عبد الرحمن، الله يسعدك. شكرا لك.